اهلا وسهلا، مرحبا بك. وبيك عايشك اختي عفاف، ونحب نبارك لك على البرنامج الحلو برشا. يعيش ورا وقعدنا نستناو فيك برشا، توحشناك برشا بصراحه. عايشك عمر. نحب نحيي الجمهور العزيز الغالي اللي حاضر معنا اليوم. عايشك. اول زياره ليك بالنسبه لقناه حنبع. اول زياره صرتو معك انت. باهي عمر، بالرمضان فنان شعبي مثقف. دارس في المعهد العالي للموسيقى، عمل 5 سنين كونسرفاتوار، متحصل على شهاده في الموسيقى، وتو نعمل في مرحله تقنيه الصوت اللي هي فوكاليز. بالمناسبه نوجه تحيه للاستاذ مناش تورو. اي وتو قاعد في مرحله الانتاج، معناها خرجت تو عندي عام. علاش تو يقول قال معناها فنان شعبي والاغنيه الشعبيه ما تستحقش، وانه واحد باش يقرا موسيقى وانه يتخصص في الفوكاليز؟ شو كل واحد كيفاش يحب. بالنسبه لي انا اخترت شو هذاك، معناها قلت يلزمني خاطر ميدان الفن الشعبي مش سهل. ديجا عندنا الاستاذ الكبير التلمذ تاع ليتي، نوجه له تحيه، الاستاذ الفنان الكبير هشام الخضيري. معناها تبارك الله تبارك الله، الراجل عام تروازي مالي ماستير في الموسيقى. حبيت ندخل الموسيقى باش تكون عندي درايه، باش كي نقف نغني كسوا مع الوتري ولا مع اي جروب نكون عندي درايه بالموسيقى وبالدرجه الموسيقيه نتاعي. وبالمناسبه نحب خاصه انك تأدي انت تقريبا كل الالوان، كل الانوات وكل شيء طربي. ونشكر والدي اللي حفظني بصراحه، الفنان الكبير احمد الرمادني، نوجه له تحيه بصراحه. تحيه لي اكيد. هو بالنسبه لي انا انت معناها نشأت في بيئه فنيه كبيره. اكيد. هو بالنسبه لي انا المرجع نتاعي بصراحه، حتى تو بعد ما تعدى معاك يتفرج في الايميسيون بعد يقول لي شنو رايه في، معناها قاعد يوجه في بريكدان، وجه له تحياتي. صح، عايش باهي. الاستضافه نتاعك اليوم انت هكا كنت باش تكون حاضر معنا، على خاطر عندك جديد، على خاطر البوم السنه الفارطه كان ناجح، وعندك البوم اونكور توا ان شاء الله بنفس النجاح، ولكن بعد مرور الفنان محمد رمزي معنا الاسبوع الفارط، قدم لنا مجموعه من الاعمال، منها اغاني جديده، فما اغنيه منهم كلمتنا اتصلت بنا وقلت وأن الأغنية هذه راهي متاعي وراهي مسجلة باسمي وراهي شريها وفيها قضية وفيها مشكلة وفيها درشنو. قلت أنا خليني نكمل ساعة، قلت أنا كي جيني فنان ويقدم لي أغنية نقعدش نبحث أنا على التاريخ متاع الأغنية هذية ومتاع شكون ونقوله جيب لي كونترا وشريتها ولا ما شريتهاش، ولكن الحاجة الوحيدة أني نجم نعملها كي ما عطيتو مساحة لي هو وقدم الأغنية هذه بصوته، ونعطيك مساحة لك أنت وتقدم الأغنية هذه بصوته. أكيد. هي الإشكالية مش مع هو بصراحة، أنا ما عندي حتى مشكلة مع حتى فنان، بالعكس نتمنى له كل خير، وهو كل الفنانين ربي يوجهه خير. ما نحب نحطوا معنا نقاط على الحروف ونعطيه لكل ذي حق حقه. هي الأغنية هذه من كلمة والحان الشعر الممتاز جدا جدا عمار العبدلي. هو باعها لشركة فونيل الإنتاج، هي ماك تعرف شركة واحدة في البلاد. أصور شنو البروبليم اللي صار بين محمد رمزي والسوسيتي هذيك، معناها هما يعرفوا أمورهم بيناتهم. ما نحبش ندخل. تبقى الشركة اتصلت بيا قالوا لي عمر عندنا دي تيموا باش نختاروا لك غنايه منهم، معناها سنجل. عجبتني الغنايه سجلتها، هبطت في السوق باسمي انا، حتى على الانترنت حتى على اليوتوب، وقاعده تتذاع وماشيه. ما راني الا وانا ساهر انا والعائله، تفرجت نلقى سي محمد رمزي متعدي بغنايتي، ما بهت معناها. قلت كيفاش معناها السيد ماشي غنيته ما عندوش كونترا فيها وكذا. اتصلت بالشركه، ثم اتصلت بك انت مشكوره، وحبينا اليوم نوضحوا الحكايه. فهمت، خاطر جاتني برشا اتصالات، معنا برشا ناس يحبوني قالوا لي شنو الحكايه شنو الاسباب. هاو جات فرصه اليوم باش نوضح شنو الحكايه. بالمناسبه اختي عفاف نحب نقول اللي الاغنيه اللي تعديت قبيله هي شكبر لامي، هي من كلمات والحان الشاعر الممتاز محمد رمزي الرحال، وتوزيع عدلان شقرون تحت اشراف كاريزما برود اداره اعمال، وانت شركه فونيه. ان شاء الله بالتوفيق. الالبوم تقول لي الالبوم ان شاء الله يكون جاهز بعد اسبوعين، بعد ماكس فانجور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح. قلت باش نختم من بعد باغنيه انا عمري ما تمنيت غيرك ولا عمري حبيت غيرك، انا كل ذايب في عينك قلبي ما يسلمش فيك. الله الله. انا عمري ما تمنيت غيرك
هذا شوية من غرامي والله دي ما له كلامي هذا شوية من غرامي يا أجمل صورة في أيامي حتى أحلامي تبكى عليك يا أجمل صورة في أيامي حتى أحلامي تحكي عليك تعيش الليالي مهما طال البعد والله عن غرامك ما نتخلى مهما طال البعد والله عن غرامك ما نتخلى الحياة بعدك مملة قلبي يا عمري شريك الحياة بعدك مملة قلبي يا عمري شريك أنا عمري ما تمنى